الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. نحن معاشر الأحبة في هذا اليوم مع الدرس 26 من الدروس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المختصرة من خلال كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وموعدنا في هذا اليوم مع الجزء 32 من قصة فتح مكة، ذلك الفتح الأعظم الذي كسر الله به عنق الوثنية وأزال به صلب الجاهلية ورفع به راية الإسلام، ودخل الناس بعد هذا الفتح في دين الله أفواجا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في جيش قوامه 10,000، وبعدها بسنة واحدة خرج إلى غزوة تبوك في 30,000، ثم بعدها بسنة واحدة وحين حجة الوداع حج معه ما يزيد على 120,000. فلله الحمد والمنة. من الأحداث التي وقعت قبيل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إسلام أبي سفيان حينما جاء به العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأركبه على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به على النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام، فكأنه تردد ثم نهره أبو العباس فأسلم. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل يحب الثناء أو المدح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق لأهل مكة 3 عبارات: قال من أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من باب التكريم له وأخذ الاعتبار له. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم العباس أن يحبس أبا سفيان عند ثنية تمر من خلالها كتائب الجيش حتى يرى هيبة هذا الجيش، فيبين لقومه ألا مجال ولا إمكانية للوقوف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم القتال في الحرم إلى أن ينتهي فتح مكة، ثم عادت مكة إلى حرمتها إلى يوم القيامة. وجعل على مقدمة جيشه أبو عبيدة رضي الله عنه، وعلى الميمنة خالد، وعلى الميسرة الزبير، وكانت الراية مع سعد بن عبادة أحد سادة الأنصار، فبدر منه أمرا لم يرضاه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الراية منه وأعطاها لعلي رضي الله عنه، وأمر خالد أن يدخل من جهة كدي، فوجد جماعة من المشركين على رأسهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية قد اجتمعوا واستعدوا للحرب، فصال عليهم وهزمهم سريعا، وقتل من المسلمين 3 ومن المشركين 13،
ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مطأطئا رأسه تواضعا وشكرا لله سبحانه وتعالى، حتى إن رأسه كما وصف الرواة ليصيب جزءا من الرحل، تواضعا لله سبحانه وتعالى وحمدا وشكرا له على هذا الفتح العظيم الميسر الذي لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه لا قليل ولا كثير، ولله الحمد. وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم جماعة من المشركين كانوا من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، منهم ابن خطل وعبد الله بن أبي سرح ومولاتين لأبي لهب وعدد من المشركين، فقال اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة. فوجدوا عبد الله بن خطل متعلق بأستار الكعبة فقالوا يا رسول الله، ابن خطل متعلق بأستار الكعبة لائذ بالكعبة، قال اقتلوه، فقتلوه. وأسلم بعض هؤلاء الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم الثاني وبات في بيت أم هانئ، صلى الضحى 8 ركعات، فاختلف العلماء في هذه الصلاة، فقيل إنها صلاة الضحى، وقيل إنها بدلاً عن قيام الليل لأنه لم يقم الليل في تلك الليلة الماضية، وقيل إنها صلاة الفتح شكرا لله سبحانه وتعالى، ولعل الأقرب أنها صلاة الضحى. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت وأخذ المفتاح من عثمان بن أبي شيبة وفتح له البيت وأزال ما حوله وما بداخله وما فوقه من الأصنام التي قيل إنها تبلغ 360 صنم، منها هبل وهو أعظمها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فوق الكعبة ويؤذن، وصلى بداخلها. دخل معه بعض الصحابة كأسامة وبلال رضي الله عنهم، وكأن العباس وبني هاشم استشرفوا ما دام أنه فتحت مكة وأرغم أنف الشرك والمشركين، استشرفت نفوسهم أن ينالوا شرف مفتاح الكعبة، فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه أو أمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، فأعاد المفتاح إلى بني شيبة وبقي معهم إلى يومنا هذا. وهكذا انتهى فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا، حتى إن من المشركين من خرج هاربا، منهم صفوان وعكرمة وغيرهم، ثم عادوا وأسلموا وحسن إسلامهم. وبعد هذا الفتح العظيم بقي النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية شهر رمضان مفطرا ويصلي قصرا في الحرم ويأمر أهل مكة أن يتموا خلفه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعث البعوث والسرايا إلى ما حول مكة، من ذلك سرية لهدم العزة، وكانت صنم لقريش تعظمها. وهكذا تم هذا الفتح الأعظم الذي جعله الله سبحانه وتعالى مفتاحا لدخول الناس ودخول القبائل في دين الله أفواجا. ولذا اتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خارج الجزيرة وإلى هذه الدول الكبرى القائمة في ذلك الوقت، ومنها دولة الروم، وكانت
غزوة تبوك والتي سيكون موعدها إن شاء الله في الدروس القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.